السلام عليكم. إذا درس الدالة الأصلية تمرين رقم 7. إذا التمرين يقول نعتبر الدالة f المعرفة على المجال 0 زائد لا نهاية كالتالي f لx تساوي x كاري زائد 2x على x زائد 1 الكل أس 2. حدد العددين الحقيقيين A و B بحيث ما يكون x ينتمي إلى المجال 0 بلس انفيني اف x تساوي a زائد b على x زائد 1 الكل او كاري. اذا هنا طلبوا منا باش نكتبوا اف ل x على هذا الشكل هذا مع تحديد a و b. عندي عده طرق اللي يمكننا نستعملها. اذا يمكن لي نستعمل القسمه الاقليديه ديال التعبير اللي كاين في البسط على التعبير اللي كاين في المقام، ويمكن لي نحاول نعمل داك التعبير اللي كاين في البسط ونحاول نختزل، وهي الطريقة اللي غنحاول نستعمل. إذا لدينا التعبير اللي كاين في البسط هو إكس كاري زائد جوج إكس. نحاول هاد التعبير نكتبو على شكل عوامل. إذا يمكن لي نضيف واحد ونقص واحد، وهكذا غنكون لقيت هنا واحد المتطابقة هامة اللي هي مكتوبة على شكل x كاري زائد جوج في x في واحد زائد واحد او كاري. إذن هذه مكتوبة على شكل a زائد b الكل أس 2. إذن هي x زائد واحد الكل او كاري ناقص واحد، وبالتالي f دو x تساوي ماذا؟ تساوي اذا كنعوض هاد اكس كاري زائد جوج اكس بهاد التعبير اللي لقيت. اذا هي اكس كاري او اكس زائد واحد الكل اس 2 ناقص واحد على اكس زائد واحد الكل اس 2. دابا غادي نديرو التفكيك. عندنا ا ناقص ب على سي، ممكن نكتبها على شكل ا على سي ناقص ب على سي. إذن تساوي إكس زائد واحد أس 2 على إكس زائد واحد أس 2 ناقص واحد على إكس زائد واحد الكل أس 2. نختزل بهذا التعبير، كيبقى لنا واحد ناقص واحد على إكس زائد واحد الكل أس 2، وبالتالي فلقينا A و B. إذا ممكن نكتب هاد التعبير على شكل واحد زائد وناقص نطلعها للبسط، وبالتالي إذا A تساوي واحد و B تساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد. السؤال الموالي: حدد الدالة الأصلية f للدالة f بحيث f دو واحد تساوي 5 على 2. إذا غنستعملو الصياغة الثانية ديال السؤال لأنهما مهدو لنا لهذا السؤال هذا بالسؤال السابق. إذا لقينا f x تساوي 1 ناقص 1 على x زائد 1 الكل أس 2. إذا خصنا نقلب على الدالة الأصلية ديال 1 وعلى الدالة الأصلية ديال 1 على x زائد 1 الكل أس 2. إذا بالنسبة لواحد راه باينة، بالنسبة لواحد على إكس زائد واحد الكل أس 2. إذا هنا خصني نقلب في صيغة الإشتقاق على واحد الصيغة اللي قريبة لهاد الصيغة هادي. إذا حنا عندنا واحد الصيغة كتقول لنا إلا كان عندنا أو بريم على أو كاري فالأصلية ديالها هي ناقص واحد على أو. إذا يمكن لي نوضع أو هي إكس زائد واحد. إذا درنا الديريفي الاو فغادي الديريفي دي اكس هي واحد والديريفي دي واحد هي صفر، اذا كتعطينا واحد، وبالتالي يمكن لي نكتب اف لاكس على هذا الشكل هذا. اذا واحد ناقص الواحد يمكن لي نعوضو باكس زائد واحد بريم لان الشقاق تعطيني واحد، اذا على اكس زائد واحد اس 2. وبالتالي اف دو اكس الدالة الأصلية تساوي ماذا؟ إذا الأصلية ديال واحد
هي اكس. الأصلية ديال اكس زائد واحد يعني ديال اكس زائد واحد بريم على اكس زائد واحد اوكاري، قلنا هي ناقص واحد على اي، اي هي ناقص واحد على اكس زائد واحد. اذا عندنا ناقص في ناقص غتولي زائد، اذا دائما زائد لندا، وبالتالي اكس زائد واحد على اكس زائد واحد زائد لندا. اذا هما عطينا الشرط البدئي، وبالتالي خصني نقلب على لندا. اذا اف ديال واحد تساوي ماذا؟ غادي نعوض اكس بالعدد واحد، اذا هي واحد هنا اكس زائد واحد، اذا هي واحد زائد واحد على واحد زائد واحد، واحد زائد واحد اللي هي جوج زائد لندا. واحد زائد واحد على جوج هي ثلاثة على جوج، إذا يمكن نكتب هي ثلاثة على جوج زائد لندا. شحال كتساوي هذه؟ كتساوي لنا خمسة على جوج، إذا اف واحد كتساوي لنا خمسة على جوج. إذا لندا هاد ثلاثة على جوج كنديها الطرف الثاني ديال المعادلة، كترجع ناقص ثلاثة على جوج، إذا خمسة على جوج ناقص ثلاثة على جوج تساوي ماذا؟ خمسة ناقص ثلاثة هي جوج على جوج، أي تساوي العدد واحد. وبالتالي f ديال x تساوي ماذا؟ تساوي x زائد واحد على x زائد واحد زائد العدد واحد.